اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية. اللهم ومتعه متاع الصالحين وأطل في عمره على طاعتك. ومن كان منهم ميتا اللهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة.